يلا بسم الله. يلا شنو قلت لكم البارح؟ عقلتوا شويه ياك؟ ها كيميتو بشحال تقريبا ملي كتكون الكليان شحال؟ متر وعشرين. ملي كتكون الكليان ضعيفه متر وعشرين اللي كان كياخذ ليا السروال. علاش؟ علاش؟ شنو الطريقه باش تنطوي نتوما؟ كنطوي علاش؟ على متر وعشرين ولا كنطوي على متر ونص؟ اصلا نتوما شحال كتكون فيه في العرض؟ داكشي علاش انا ملي كتكون الكليانه ضعيفه كنشريها متر وعشرين، باش متر وعشرين كنردها ليها طول ومتر ونص كنردها ليها عرض، واضح؟ وملي كتكون الكليانه مثلا غليظه شحال خصني؟ خصني ليها جوج متر ولا شتي متر ونص، صباح ديتيها في العرض ولا حديتيها في الطول، ما بحالها بحال متر وعشرين، هاي ملي تكون الكليانه ضعيفه خذي متر وعشرين، كان الكليانه غليظه ديري جوج متر، علاش جوج متر؟ جوج متر بحال دابا مثلا هذا هو الطول، كاين جوج متر وجوج متر اللي كنتني على زوج. فهمتي كيفاش؟ غنعاود دابا كليانه غليظه ياك؟ كليانه غليظه كيفاش غليظه؟ شحال عندها في الحوض؟ شناهي شناهي بعدا نتوما عندكم غليظه هي اكس ال لا لا 35 راه غليظه 32 33 34 35 36 هادي كلهم كنديرو لهم جوج متر مزيان. ولكن الا كانت كليانه مثلا عندها مثلا في الحوض هي 28 27 راه كناخذ ليها متر وعشرين، ولكن كي كنخدم بديك متر وعشرين كنشد متر ونص هي اللي كتكون متر ونص هي اللي كتكون عرض. يلا يلا متر ونص هي اللي كتكون عرض فهمتي؟ متر ونص هي اللي كتكون هنا ومتر وعشرين هي اللي كتكون في الطول، واضح؟ هكذا انا غنطوي لكم دابا جوج طرق، جوج طرق ديال الطويه، غادي نطوي على حساب الطي صغيره وغنطوي على حساب الطي كبيره. يلا هنيا على حساب الطي غليظه طي كبيرة شحال كمية التوب شحال؟ جوج مترو يلا طولية غنطوي التوب على شحال؟ فين هي جوج مترو هنا ولا هنا؟ يعني جوج مترو غنشدها غنطويها على جوج ها هي مزيان جوج مترو غنشدها غنطويها على جوج وغادي نجيب اش البلاصة المحلولة البلاصة المحلولة كنطويها على شحال؟ على واحد العبار اللي هو دورة الحوض مقسمة على 4 زائد 4 ولا زائد 5، واضح؟ هكذا اش اللي طويت هنا؟ اش اللي طويت هنا؟ طويت جوج مترو، اش اللي عندي هنا؟ عندي مترو ونص، واضح؟ مزيان؟ عندكم كليانة تجيب لك الثوب فيه جوج مترو وتنوضي ديري ليها في الطول، راه ما وفي الاخر تقولي لها ما قدكش الثوب، انت راه اصلا طويتي ليها متر ونص، واضح؟ يلا يلا حلو عاود الورقه، كليانه ضعيفه جابت ليا متر وعشرين، كليانه ضعيفه جابت ليا متر وعشرين، اش اللي غادي نطوي هكذا؟ اش اللي غنطوي هكذا؟ متر ونص ولا متر وعشرين؟ لا متر ونص، صح انا كنهضر، متر ونص اللي غادي نطوي هكا فهمتي؟ مترو ونص اللي غنطوي هكا، ها متر وعشرين، متر وعشرين خليتها لها في الطول، فهمتوني؟ متر وعشرين خليتها لها في الطول، ومتر ونص طولتها لها هكا، هي دابا جايبه ليا متر وعشرين، ياك، جايبه ليا متر وعشرين، وتقول لها أنا متر وعشرين، متر وعشرين ما غاتقداش في السروال، هادي أول حاجة، وثانيا ديك متر ونص علاش أنا غنضيعها؟ علاش ما نديرهاش لها في العرض واللعب، واللعب في القعدة كيفما بغيت، فهمتو كيفاش؟ مزيان؟ فهمتو؟ هكذا، راه الطوية ديال الثوب إن شاء الله. طرافيا ديال الثوب كل شيء. يلا دابا غادي نخدمو غنخدمو دابا بالطي العاديه، يعني السيده جايبه ليا متر وعشرين، متر جوج متر راه باينه جوج متر هي اللي كطوي تاصل. يلا السيده جايبه ليا متر وعشرين، فين هي متر وعشرين مثلا؟ السيده جايبه ليا متر وعشرين مثلا، متر وعشرين هي هادي، هي هادي ها هي متر وعشرين، هادي هي متر وعشرين وهادي هي متر متر ونص، هادي هي متر ونص، اش غندير؟ عندي متر ونص على زوج، سير يلا حنا نبداو عندي متر ونص على زوج، تبدا تلات لي متر فيا ياك، كنقول أنا مالي، شعيبي عتقي، أعتقي، عندي متر ونص على زوج، وعندي واحد العبار غادي يديني بحال هكدا، أشنا هو؟ عطوني عطوني خمس سنتيم، أشنا هما العبارات لي كناخد ديال السروال؟ كناخد طول ديال الكليانة من تحزيمة ديال السروال،
ماشي من ماشي من ماشي مثلا من هنا ولا من العظام ولا ولا الكليانه فين كتحزم. كاين دابا الكليانه اللي كتجيبيها كتشد السروال وتقول تحزم عليه وكتطلعو حتى لهنا منهم. انا نيت انا داك النوع اللي كنطلع السروال خاصه الا كان ديال لاستيك. اما السنطه راه السنطه واخا هكا كتحبسك صافي. يعني انا مثلا كنحزم هنا غادي نحط السنتيم ديالي هنايا وغادي نهبط الميكرو حتى لاش حتى كنمس الكعبه ديال الجديد صافي مزيان. نقولوا مثلا الطول ديال السفينه كيف في درب مثلا نقولوا 100 نقولوا طول السروال طول هو 100 سنتيم صافي. غادي نجي لاش غادي دورة الحوض وردوا البلد نفس السنتيم اللي يدور لكم. دورة الحوض كنعبر على اكبر منطقه وخاص السنتيم يدور بحال هكا كيلعب ديك السنتيم ودخلي 4 الصباع. يعني مادام السنتيم كيدور اوتوماتيكمون غدير 4 الصباع راه غتجي مزيان. ماشي تزيري ليها السنتيم عليها لا، راه الا زيرتي عليها انت كنزير الا كان الثوب الاستيك الا كان الثوب كيجبد نزير السنتيم. كندير دوره الحوض ديالي وكندير هكا كندير بحال كنغربل كنبدا نطلعو صافي مزيان ديال ها تعبريش في اليد في السروال. لا ما تجيليش اليد لا غير شي عرض بزاف تجي عرض هكا ديري بحال هكا ها فهمتي كيبدا يطلع وينزل سنتيم. يعني هذا هو العبار. نقولوا نعطوا واحد العبار نقولوا مثلا نديرو 126 صافي. انا ماشي عباري دورة الحوض شحال قلنا 129 ها غادي نمشيو للبالما. البالما هي اسفل الرجل تحت ديال الرجل صافي. تحت ديال الرجل كتشد الكليانه تحت ديال رجليها والكليانه هي اللي كتحكم لك في العبار ديال البالما. دوره الرجل دوره اسفل الرجل ولا البالما بعد مره غتسمعي البالما غتقولي شنو هي دوره اسفل الرجل. كنجي كندور السنتيم على الكليانه من التحت وكنقولها قولي لي العبار اللي بغيتي. بغاتو دوك شارلي ياك دوك سراوات شارلي راه ممكن انك ديري ديك الدوره كامله ديال الحوض اللي عندنا توجيها به ديريك نيشان غنوري لكم انا دابا كنبغي في الدرس يفكروني صافي. ولا كتقولي لك انا بيتو شويه قليل ولا المهم على حسب. حنا غادي نديرو فيها 50 غنديرو شارلي ميني يعني المهم شارلي شويه يلا شارلي شويه دورة اسفل الرجل غنديرو فيها 50 صافي. انا هادو هما العبارات اللي كندير. كاين عبار اخر اللي هو مهم بزاف امتى كنشدو الكليانه اللي كتكون غليظه. الكليانه اللي كتكون غليظه وعندها لي هونش ضروري كندير ليها القعده واخا يتسناها كنسالي فهمتي ضروري كندير ليها القعده. كيفاش القعده يبان شحال بان تما ولا لا. شوفوا البنات كتجلس الكليانه في الكرسي ياك. شوفوا ها كتجلس الكليانه في الكرسي صافي وكتعبري ليها انا من الاحسن ما يبانش في التصوير وكتعبري ليها من هكا كتكون جالسه ياك وكتخلي ليها شويه ديال الكرسي كيبان وكتعبري ليها من الحزيمه ديال السروال اللي اصلا انت عبرتي ليها وكتهبطي لها على لي هون ديالها وكتمسي ليها الكرسي والكرسي خصو يكون شايط لك فيه شويه. هادي كنديروها للكليانه اللي عندها لي هونش واللي عندها الحوض بزاف صافي هي غليظه. غنقول لكم علاش حيت الكليانه ملي كتكون مثلا عندها لي هونش غليظه راه ما يمكنش ياك العبار اللي حنا اصلا كنعبروا به الهبطه ديال السروال. الهبطه السروال هي من هنا لهنايا العبار اللي كنهبطوا به راه ملي غادي ديري ليها ياك غادي يجيها واش نقول لكم يجيها لا غيطلع يجي حتى لهنا. غنقول لكم علاش اصلا حنا الهبطه ديال السروال ملي كنجيبوها من دوره الحوض ودوره الحوض ديال الكليانه الا كانت كبيره بزاف ملي كتكون كبيره بزاف الا جيت انا نديرها ليها في الهبطه ديال سروالها السروال غيطلع ليها حتى للمعده غيطلع ليها السروال حتى لهنايا فهمتوا كيفاش غيطلع ليها السروال حتى لهنا. داكشي علاش كنديرو القاعده يعني هاد القاعده هاد الجلسه هادي ديما كنديروها للكليانه اللي كتكون غليظه وعندها الحوض بزاف واضح هاك ياك. يلا ودابا اجو معايا بصح ها نعم واخا توري في السروال انه هذيك العبار ديال القاعده اللي انت فين كان هاني دابا غنديروا لكم دابا غادي نشرح لكم صافي. وضروري البنات تردوا معايا البال هذا ردوا معايا البال بزاف. يلا بسم الله على بركه الله
غادي نشد، شوف البنات غادي نشد دورة الحوض 129 قسمة على 4، 129 قسمة على 4، 100 فين هي فين هي فين هي 129 ها هي كنقسم بالميكرو ها 129 عطاتني 64.5 هي 65، 65 قسمة على 2 هي 33، هادي راه طاي كبيرة 33 ياك 33 غنزيد عليها 1 2 3 4 ونقدر نزيد حتى ل5 الا كانت الطاي كبيرة ها نطبو على 4 مازال خلي خلي هكا تسرح عطاني 34 ولا 33 33 نزيدو ليها 5 الا كانت الطاي كبيرة كنطيب شوية كنزيدو هي 4 هذيك 4 فين غنزيدها شوف البنات غادي نجي لتوبي ياك هذا هو توبي وغادي نجي من هنا لهنا من هنا لهنا اشني غنعبر دوره غنعبر ديك 33 زائد ديك 4 ولا زائد ديك 5 حنا غنخدمو ب 5 صافي 33 منين جبتها دوره الحوض مع 4 زائد 5 صافي يعني نقولو 33 34 35 36 7 و دوره الحوض زيد 5 ديما كنزيد ديما كنزيد هذيك 5 هذيك 5 ديال القاعده فهمتي هذيك 5 ديال القاعده مزيان يعني هذيك 38 ولا 37 ولا 36 ولا 35 كنعبرها من هنا لهنا وهي اللي كنطوي عليها الثوب يعني قويه غتكون فيها 35 منين يجيب 35 ها بالدورة الحوض قسمة على 4 زائد 5 ديال القاعدة ولا 4 ديال القاعدة ولا 3 ديال القاعدة 3 ما تنزلوش عليها على حساب الدراري الصغار باش كنهضر 3 3 ديال الدراري الصغار صافي يعني هنا اش غتكون غتكون دورة الحوض قسمة على 4 زائد 5 ديال القاعدة وغادي تكون نفس العبار اللي عندي هنا غنهود به من الفوق حتى للتحت وهاد البلاصه هادي كيبقى ليا الثوب كيبقى واحد شويه ديال الثوب اللي هو فاش كندير القاعده ديال الله مزيان يلا صافي بنات مزيان غادي نجيب واحد الثوب بغيت ندير فيه سروال وبحال هادي التقويم جا من هنا درنا البارح البارح درنا السروال والله حتى كنت غنجيبو قلت باقي باقي ما وصلنا السروال لا درنا البارح صافي البنات يلا غادي يجيني الباترون ديالي داير على هذا الشكل هذا بالنسبه للبنات اللي يعني نتوما راه عرفتوا هذا قعيد ديال الزبده ماشي معكم مع هذا مع الفريد مع الجيش الاخر قعيد ديال الزبده هذا راه زوين كيجي بحال الثوم صافي واش عليا البوطه في الدار هذا عنده بزاف ديال 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 الاستعمالات كنعبري 35 كنعبري 35 نخلو 35 شوف شوف 35 37 38 المهم واحد العبار المهم واحد العبار من هنا كيكون مسدود من هنا مسدود ياك يلا صافي مزيان على البلاصه الحلوله ياك اه لا الا زوميت بزاف غادي صافي واخا الفيتر شويه ماشي والو ولكن ماشي مشكل نبدا على بركه الله يلا غنحاول نمسح هذا السروال هذا ديال باش نبقى فين نخدم ما تسطريش ما تسطريش انا ما عنديش الورقه اوه يلا راه شنو مالك سطري انا ما عنديش الورقه فهمتوني ما عنديش انا الورقه داكشي علاش داكشي باش غنسطر دابا ها هو كتب ها هو كتبكم من جوما فهمتي هذا مسدود دابا هادي هي الورقه ديالي هاد هاد العبار من هنا لهنا هو اش هو داك داك الحوض ديال ديال الكليان صافي نبداو على بركة الله من الفوق لهنا كنهبط ب 9 سنتيم كنهبط ب 9 سنتيم ونور على الفيتن مشاو سرقوهم ليا بلاتي بصح كنهبط ب 9 سنتيم اش ديال 9 ديال اش البارح راه حضرتو الدرس ديال اش ديال 9 فيها ثلاثة اللي كتفرق ليك ما بين الأمام والخلف هذه قاعدة ثلاثة وفيها أربعة هذيك أربعة كتختلف عقلو مزيان عندي واحد العبار كنزل به نفس السروال ممكن أنني نحيدو ما نديرش أنا كاع هذا ما نديرش كاع على هذا إلا كنت بغيت نعزل الباندا ولكن من الأحسن الباندا تكون لاصقة في السروال
يلا البنات صافي نعاود نشرح لكم هذه ديال هاد التسعود. هاد التسعود شنو هي؟ فيها 3 سنتيم اللي هي الفرق ما بين الامام والخلف، وفيها 5 سنتيم اللي هي البلاستيك. يعني انا مثلا بغيت ندير لاستيك كبير عريض، ندير لاستيك عريض يعني عرض ما في ماشي فيه جوجونس، يكون فيه مثلا 4 سنتيم. شحال غندير هنايا؟ 8. ها غادي ندير 4 في 2، 4 في 2 صافي. ها 4 في 2 زائد 3. حيت كاينه دابا الكليانه اللي كتبيع مثلا داك لاستيك منها سروال ومنها كاين اللي كنشحها. المهم 3 زيدي عليها العبار دوبل ديال لاستيك صافي. دائما العبار دوبل ديال لاستيك، دوبل ديال لاستيك حيت راه غيطلع على 2 صافي. يلا المهم انا السعود كتجي مزيانه هنا، السعود كتجي مزيانه. يلا ركزوا معايا مزيان الفتيات، قلت لكم قبيله العبار ديال القعده. سلمى شوفي هنا العبار ديال القعده، ها في غنخدم به، غنخدم به هنا هنا باش غنعبر ندير العبار ديال القعده. في نظركم هاد 37، هاد 37 اللي عندنا في الحوض، شحال عندنا في الحوض؟ 37. يعني طيب انا راه بالعالي درت طي كبيره، الا مشيت حتى درت هنا حيت هنا اشنو غيبقى عندي اللي كتكون فيه؟ دورات الحوض، دورات الحوض مقسمة على 4، دورة الحوض مقسمة على 4، هي اللي كنعبرها من هنا لهنا وكنهبط بها بحال كنسطرها. في نظركم الا هبطت 37، هاد المرة ملي غتبسات السروال 37 زيد عليها 9، عرفتي منين هي تبي تسيب غيوصل ليك هنا هنا غياكلك، ماشي غتلبسيه غياكلك. يعني المرأة إلا عندها الحوض كبير راه اوتوماتيكمون غتدخل المرأة ملي كتكون غليظة راه كتبان. اش كندير ليها؟ كنجلسها على الكرسي وكنتسخر شويه، كتخرج بحال هكا كتخرج النص في لي هونش ديالها، وكنعبر ليها من هنا حتى تمس ليها الجلسه القعده هذيك الزوينه، وكتخرج لينا السروال مخيله مزيان. ولا ما نديروش هكاك، كنشدوا لها دوره الحوض ديالها كنقصوا منها صافي، كنشد دوره الحوض ديالها وكنقص منها 3 2. المهم هاد العبر هو اللي كتخدمي دورة الحوض تسمع لنا. يلا انا هنايا غادي نعطيكم الحوايج اللي كان لي زعما القواعد اللي كيكونوا من غير الكلسه. كنشد دورة الحوض كنقسمها على 4 وكنقص منها 2 سنتيم. الا ما درتش الكليانه الكلسه، الا ما درتش الكليانه الكلسه كندير دورة الحوض مقسمه على 4 ناقص 2 سنتيم. راه شفتوني درتها البارح، البارح الكليانه شحال عندها؟ عندها 28 ولا عندها 27 ولا 26 شحال عندها في الحوض؟ وزدت عليها 4 سنتيم ماشي 5، زدت عليها 4 سنتيم. وداكشي اللي عطاني هو اللي عبرته من هنا لهنا، ولكن من هنا لهنا هاد العبار هذا درت ليها دورة الحوض ونقص منها 2. واضح؟ ها من هنا لهنا اشنو عندي فيه؟ دورة الحوض مقسمة على 4 زائد 5 أو 4. هادي ديالاش؟ ديال القاعدة، ديال القاعدة. من هنا لهنا هاد العبار اللي تنيت هو اش؟ دورة الحوض مقسمة على 4 زائد 5 ديال القاعدة. فهمتوا؟ ماشي ماشي تفهمي شحال العبار، خصك تفهمي منين جبت داك العبار. فهمتي كيفاش؟ خصك تفهمي منين جبت داك العبار. منين جبتي داك العبار؟ انت يلاه دخلتي، انت ما تهضريش، انت يلاه دخلتي ما تهضري ما تكلمي صافي. حيت عرفتي علاش؟ عرفتي راه شي نص ساعة وأنا كنشرح. دابا شنو معناتها العبار ديال دورة الحوض على 4 قسمة من 2؟ من هنا لهنا قسمة من 2، ومن هنا لهنا راه ديجا درتو، هو دورة الحوض مقسمة على 4 زائد 5 صافي مزيان. يلا قيدوا عليه باش نمسحها. زائد 15 ولا زائد 5؟ زائد 5 أو 4. ها حدا رقيقة، رقيقة بزاف مويه، كنقص ليها 2 من دورة الحوض بحال بحال، كانت غليظة كندير ليها القعدة صافي، كانت غليظة كندير ليها القعدة، ما كنخدمش ليها كاع نهائيا من هنا في دورة الحوض ديالها. حيت عرفتي علاش البنات؟ راه من بين الحوايج اللي كيدير لك ديك النفخة ولا داكشي هو هاد، هما هاد اللي يلفوا هادو. غير هو صراحة المرا ملي كتكون غليظة راه اوتوماتيكمون راه غادي تلبس قميجة طويلة، يعني كاينة كتجي ديفو هنا باش هما طلعت السروال حتى للمعدة راه مزيان ليها راه صالحة. المهم السروال راه كيبان زوين من التحت، هذا هو ليسونسيال، وما يجيهاش مزير راه فراسكم. راه المرا ملي كتكون مسكينة يعني غليظة راه باش ما كان السروال عريض
باش ما اريح ليها. يلا غادي نمسح هذا وغادي نمسح هذا ونمسح هذا ونمسح هذا باش يبقى ليا السطور انا فيه ويبان ليا فين نخدم. يلا غادي نجي لهنا بشحال غندخل منين جبناها؟ لا دي القعدة ديال القعدة ولا خمسة كندخل أربعة ها هي أربعة وكنجي لهنا كندخل بستة ونقدر ندخل حتى بسبعة ولكن ونقدر ندخل حتى بثمانية ولكن إلا كانت لك ما عندهاش رحت الكرش صافي كنقص ليها من الحزام مزيان دخلتي دخلت بأربعة ها هي دابا راه قاعدة وهنا الفوق دخلت بستة ونقدر ندخل بسبعة نقدر ندخل بثمانية الكليانة اللي ما عندهاش الكرش وكندي هاد النقطة شكون داك النهار عطاتني واحد المسطرة طويلة وهنا كنمشي ديريكت مزيان راه هذا راه غيجيكم شوية مايل غيجيكم شوية عوج ماشي مشكل حيت أصلا راه أوتوماتيكمون هنا دخلنا بستة ولا دخلنا بربعة مزيان المحل اللي عرف بينا ما قفياش غادي نشدي السروال نبطي شفاف هذا هو محل راضي عرف أربعة ديال القعدة أدخلي بها صافي ستة وديك ستة ها ستة كتدخلي بها صافي يلا غنجي لهنا وغنطلع بربعة أخرى وغادي ندير القعدة ديالي ها هو السروال نبدا كيوضح دخلت بربعة طلعت بربعة دخلت بستة وصلت النقاط مع بعضياتهم صافي اش طلعتي لهم واضح يلا هنا راه كنمشي ديريكت غادي نجي في نظركم انا باغي نعبر الطوب غنعبروا من هنا ولا غنعبروا من الفوق من تحت من هنا يا نوري لعبوا فوق من الفوق من الحزام هذا الدوري هذا شي ديال التقصير هذا الشور القصر عليا هذا راه كله كيتنا يعني كيتحيد من الطوب هذا بلاستيك هذا ديال لاستيك كله كيتحيد من الطوب صافي يعني كنعبر طولي من هنايا حتى لهنايا دابا مثلا هذا هو طولي غنشدو غادي نعبروا ليها بهكذا صافي كنعبر الطول ديالي اللي هو 109 اللي هو 100 وغنزيد جوج سنتيم غنزيد جوج سنتيم حتى هي غادي نسطرها ديالاش ديال الخياطه صافي ديريكت ياك غنوريكم باش ما نخربكمش غديها بالمسطره ديريكت وغتقسمي على زوج
تدخلي بواحد ولا واحد ونص وديري ديك اللعيبه ديال هكذا واضح هذه مزيانه نتوما راه خصني نجيب لكم باش تعرفوا شي بات يلاه يلاه واضح لا شتي اللي كيتعطل عرفتي بحال اللي شي واحد حطك فشي فشي حله وكتبقي تعرفي واش تجي تجي هدي من جاي طليصه هو جي جي معطل على الماتش اه كنحاول تحاولي تطلق جوج كري اللي بعيد اللي تيجي اللي بس وي راه ترونسبور واش راه طوموبيلاتكم غتمنوا خياطه امين الروح هاني اختي صافي البنات ايه انتوا كنت دخلت لكم واقيلا في داكشي اللي كيزعلو شحال كراكم درتو الهجره هجرتو هاد راه عسري وي راه مازال ما دخلناش في السروال هاد راه عسري وي هاد راه داك الجعيط في السراول هو هذا صافي البنات يلا واحد اللعيبه اللي اغلبيه ما كيعرفوهاش درتها لكم البارحه شنو هي واحد السنتيم كنجي لهنا وكنخرج بواحد سنتيم كندير ليها بحال شحال ها 25 اشنا هي كنجي لديك ديك واحد ديك جوج سنتيم ديال العطفه ياك وكنخرج كنخرج بواحد وكنميلها عرفتي علاش البنات هادي شنو الدور ديالها هو انه ملي كنقلب ملي كنقلب الخياطه ياك كيقول لي ناقص كيجي ناقص ملي كتقلبي ديك واحد سنتيم كتجيك طايحه على السروال كتجي زوين ايوا دابا هذا راه على الظهر هو صراحه كيبغي داكشي يتقطع وكيبغي يسمو فين قطع المضاره قطع السبوره لا انت هي لا حنا انت راه غادي دير السبوره السبوره هي غتبان هي ديري بلون اخر فين غتقطعي فين ورد لاكواش براس القوه بلاتي شي شوفوا شوفوا جري جري سري الزيت هذيك الله عزيز كنو قطع سري تقري بغيتي لا لا ما تجيديش خلينا في القطعي صافي مزيان يلا غادي نجي لاصعب مرحله في السروال هذه هي اصعب مرحله اللي هي اش كنهز جوج طروف الفوقانيين جوج طروف الفوقانيين هزو جوج طروف الفوقانيين وكنقطع شوف هاد البنات غنقطع ماشي ربعه جوج طروف الفوقانيين كنقطع من هنا هكا ها كنقطع كندور قاع التيل وكنقطع حتى لهاد النص وكنحبس يعني غنقطع هاد المسافه كامله هادي هي شي باترون ها شوف هذا هو الباترون ديالي ياك شوف البنات هذا هو الباترون ديالي ها الا مشيت للطقطع في السروال كامل كنهز جوج طروف الفوقانيين وكنقطع بسم الله مزيان كنقطع بحال هكا فين قدك اختي فين هي اجي انا كنت قاعده في السروال شنو هي؟ شي حاجه عندك مشكل هي تنين وعلاش مشيتي هنا ها القعده ها هي شو الديفولي دارت ها 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 القعده ها هي ها هذا راه ما يكونش هنا خصو يكون هنا عرفتي اش دارت والله تنشوف اليوم سوف اشوهك اش دارت شوف اش دارت ها هاد شنو جات هكذا ايه جات عند هذا عند هذا فين جات شتي والقعده خليتيها دور هاد قولوا لي ما شرحتش صلحي 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 شوفي قطعتي انت ها هي قطعات هادي شوف ها البنات ها كنقطع الفوقانيين ها كنقطع الفوقانيين كنقطع كندور مع القاعده وكنجي حتى النص ولتحت ما كينسوش صافي لتحت ما كينسوش يلا اصلحي داك الديفو سهل ها شوف فين قعدت تا تي تا القاعده ديال العقله فين جديتي ها هي هادي هي القاعده ياك ايوا راه يكون هكا حيت هاد الدفعه فين درتي فين غلطتي شتي سي فيه غلطتي شتي الغلط كتقولي لها سروالك عوج غادي عوجتي يلا فهمتوا هاد البنات اللي كنقطع كتقطعوا غير جوج الفوقانيين غتقطعوا من هنا هكا هكا وغتجي حتى الوسط وكتحبسي ما تنسوش لتحت السروال عطوه ابتسام انا المهم
الحليب الاخر كل واحد خديني سروال اللي ما عندهاش انا بعدا شحال سروال لابسه واحد شغلك هذاك انا المهم بيك سروال دابا عندي قدادة شتي دابا عندي قدادة شتي هاد انا كنت غلطه وسط انت كنتي غلطه المهم باش نتفاهموا راه كل مره غادي نقول لك سلمى غادي نوقف الدرس ونوض وحده تشرح منها كتعلم كيفاش تشرح ياك سلمى ملي حسيتي نحتي بشويه الخلعه شويه كتحسي تتحيدي داك الخلعه منك حيت راه كل وحده كتقولوا لي لا انا جيت نتعلم راه بالضروره ضد داك راسك انت خدامه فشي جمعيه ولا خدامه فشي سونتر كتشرحي للناس راه حتى حاجه ما ياك ساره يلا ان شاء الله الله يسهل على كل واحد يلا بسم الله اش غندير دابا غنجي لهاد الخط هذا وغادي نجرو كنجي لهاد الخط وغنجرو قطعتو ردوه بلاصتو فين كان جرو ليا هاد الخط طولوه ليا شحال سنتيم جري ها جري ما كاين لا شحال سنتيم ولا جري شويه اصلا فتوه راه كيجي لك واحد يمين ديال التوه ها شويه فتوه فتوه راه كيجي لك واحد شويه ها علي 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 اري هليا اري هذا الخط الاحمر اللي درتي لي قلتي لي الخط الاحمر اللي كانت تعيط تفوق عليا ما كنتش عارفه اري سروال اري سروال تعطي سروال كم جيتو شو السروال شحال سروال لابسه شوف اش دارت هادي اه دابا هادي انا دابا هذاك الخط الاحمر اللي درتي تسحب على الخط الاحمر لحد هذاك الخط شوفوا ها اش دارت دابا هادي راه ما عندناش فين دير القعده فين دير القعده ديال الدار ما بقاش عندها فين دير القعده ديال الدار ولا محبوب حاجه الله بحال اللي قدام دابا هذا راه غتنسي ماشي ما غتنسيش ولكن راه بيجيك من اللور مشنق مع تقعدي تسمعي الطب شدي عصوها عطوها سروالها عطوها قاعدين كامل نسيت فين الفكره يلا يا زينات يلا عندي واحد العبار شوف البنات يلا يلا عندي واحد العبار كنشدو من هنا لهنا اشنو هو قلت لكم البارح اللي عطاكم لي نصف دورات الحوض مقسومه على 8 داكشي اللي خرجت هي اللي عندي واقيلا على السروال من البارح يلا شحال عندي في دورات الحوض نقولوا مثلا عندي 120 120 مقسمه على جوج هي شحال هي 60 ياك غادي ندير نصف دورة الحوض مقسمة على جوج نصف دورة الحوض مقسمة على جوج القياس اللي عطاك عطاك 60 هاد 60 قسميها ليا على 8 ها شعيبي يلاه جاية اش بغيت تقراي سيرو جيب بوتكا كيفاش جبرات تاتاي يلا فهمتي من البارح يلا نصف دورة الحوض مقسمة على جوج عندكم تقسموها على أربعة وعندكم تخدموا لي بدورة الحوض كاملة عندكم تخدموا لي بدورة الحوض كاملة النص ديال الدورة ديال الحوض ماشي النص ديالها يتقسم على 8 النص ديال دورة الحوض يتقسم على 8 ولا بالأحرى بالأحرى أش كندير إلا كانت تسلمت ها إلا كانت شوف البنات إلا كانت المرأة ضعيفة إلا كانت المرأة ضعيفة ياك كنخرج ليها بستة ولا سبعة إوا تسلط تسلط شكون اللي كتهضر في ستة أنت قطعة سروال كامل باقي كتهضر إلا كانت المرأة ضعيفة كنخرج ليها من هنا لهنا بستة ولا سبعة صافي اللي ما باش تحسب ولا كانت المرأة غليظة هاد العباد اللي كيعطيني كيكون من 8 حتى ل 10 من 8 حتى ل 10 صافي فهمتي باين ستي قسمي عليا على 8 خدمي الكالكولاتريس خدمي 60 على 8 غادي يعطيك ديك يعطيك ديك 6 فاصله شي لعيبه ولا غير انا بحكم ديما كنقاد السروال ديالك ملي كتكون المراه ضعيفه كنخرج ب 7 ولا 6 هذاك هو العبار اللي كيعطيني وملي كتكون المراه غليظه متوسطه كتكون 8 8 فاصله شي حاجه 9 10 10 غليظه شعطات 7 ونص 7.5 يعني كندير يا اما كندير 7 ولا كندير 8 7 كتجي مزيانه لا 7 بركه هي 7 حتى هي متوسطه يعني انا شوفوا انا عندي ساي غليظه غنخرج ليها من هنا لهنا ب 9 حتى انا راه شحال عبرت ليها في دوره الحوض
برافو عليك. شحال عملت لها دورة الحوض؟ 129. 129 يعني من هنا لهنا خرج تسعود. منين جبت تسعود؟ جبتها؟ ليش تسعود؟ سمع على 8. سمع جوج سمع على 8. ليش دورة الحوض؟ ما عرفتها من هنا، اش من هنا؟ اش درت ليه؟ قسمتي على جوج. ها؟ قسمتو على بنت شوف اش فاهمه ولا ما فاهمش. قسمتو على جوج ايوا ونعطو قسمو على 8. برافو، ماشي تقولي لي هنا. كنشد الحوض ديالك لي انا، عبار اللي عندها كنقسمو على جوج، داك العبار اللي عطاك كنقسمي على 8. ماشي كنشد الدورة كاملة نقسميها على 8 ولا مثلا الدورة كنقسميها على 4 ونقسميها على 8، لا، تقولي لي بنات القواعد الله يرحم الوالدين. نصف دورة الحوض ماشي نصف دورة الحوض، دورة الحوض انا كان نصف دورة الحوض، دورة الحوض كنقسمها على زوج. راه الفم كيقول حاجة و نصف دورة الحوض هي دورة الحوض على زوج. إيه دورة الحوض كنقسمها على زوج أسهل، نصف دورة الحوض على 8. إيه ولكن لا، صبري تسناني هادشي دورة الحوض كنقسمها على زوج صافي. نصف دورة ولكن أنا ديك نصف حتى هي هما اللي كنلفهم، داكشي اللي تقول لهم أنا ديرو دورة الحوض قسموها على جوج، داكشي اللي عطيتكم قسموه على 8، ولا كديري نصف أنا راه درت هنا نصف دورة الحوض قسمها على جوج، علي قسمتها على 8، نديرو حنا نصف دورة نصف دورة الحوض قسمها على 8 صافي. داكشي اللي عطاك هو اللي كتحطيه هنايا. أنا باش نسهل عليكم، الضعيفة كندير لها 7 ولا 6، والغليظة المتوسطة وداكشي كتبداك العدة هي من 7 7 8 9 10 صافي. نتوما راه عندكم ميزانكم البنيات الصغار راه كدير لها هبرها، كتكون 5 كتكون 4 كتكون 6 صافي. هكذا خرجنا هنا بزوج، غنجي لهنا غنهبط بزوج، غنهبط بزوج جوج صافي. غنديروها عندكم ميزانكم كتعبروا بميسره جوج حتى نتوما. يلا كنجي لهاد النقطة هادي، هاد النقطة ماشي هنا، هنا شفتوها؟ وكنطلع بشحال؟ لور مازال عشرة برافو، كنطلع بعشرة من هنا لهنا كنطلع بعشرة، ها هي كنطلع بعشرة، عشرة سنتيم. غتبقاو تحافظوا في هاد السروال، تحافظوا تحافظوا. واش اللي غيخليكم تحفظوا؟ البراتيك البراتيك. شحال وقت غتسلك السروال اسمك؟ جوج مرات، المرة الأولى جاك صعيب، المرة الثانية سهلة. يعني ملي كتفصلي المرة الأولى الثانية الثالثة شهر دخل دخل لا كيدخل كيدخل الدماغ. أي موضوع أي موضوع فصلتي المرة الأولى الثانية مشى صافي كيدخل. راه حنا راه سبحان الله تعالى راه عطانا العقل، راه ما عطاناش العجينة ديال الشفنج، راه ما كايناش شي مرة مكلخة، راه هادي راه ما كايناش. لا كاين شي وحدة غدير الشفنج صافي البنات هذا في تمره، والله الا في تمره. خد من هنا لهنا بتسعود هبط بجوج، من هنا لهنا طلع ب 10. ايوا دابا غنحاول نكبر هاد 10 شويه غير باش يتقاد ليا الرسم. دابا شوفوا شنو غندير، هادي كنديرها بالمسطره ولكن احسن تعلموا تقادوها بيديكم. غادي ندير واحد الدوره. ها شوفوا ها ها فين هو الجديد؟ ها غندير واحد التقويره ها شو حاولوا باش بدا تجيكم التراساج سهل، بداو ديروا نقاط دوك العيبات هادو عريضات عريضات. ياك كنداب هادي انا ما كنديرهاش بهاديك صراحه، كنخدمها بيدي الاغلبيه كنخدمها بيدي صافي. البنات كنجي من هاد النقيطه هادي مني انا بحالي بحالكم من 10 من 10 كنحاول كندير بحال شكل تركيز بحال شكل قعده بحال شكل غير ما يكونش محفر بزاف، وكندي عند هاد النقطة ديال زوج ونص تقريبا سالينا السروال. ومن هنا كندخل ها ماشي بزاف، كندير عاوتاني هكذا وكنمشي عند هاد النص هذا ديال السروال، كندير هاد وكنمشي عند النص ديال السروال. هاد النص البنات حاولوا غير تعبر ياك، عبروا هنا ديروا النص عندكم ميزانكم. كندير بحال هكذا وكندي عند هاد النص، وها هو سروالي كمل. دابا قطعوا دابا قطعوهم بجوج. دابا ملي غنقطع اش غندير لهاد القطيع هذا؟ غادي نقطع الفوق اصلا، غادي نعاود نقطع الفوق وغنقطع القاعده
وغنهبط، ملي غنهبط راه غنجمع السراول كاملين من تحت. ويلا ما فهمتوش لا اله الا الله. محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. برافو راه كيبان ليا ياك سارة. اه شتي قري ليا باش نخدم المعلومات. هذاك الاحمر هو اللي غادي يخدم عليك. اه الاحمر علي غادي يشاسم. يلا سير. ها؟ اشنو هو الديفو اللي درتي تما؟ هو انا جاي عندك باش نعرف الديفو. هو لاصك تعرفيه راسك. ايوا كغندير. هبطت انا هنا بزوج. اه ما هبطتش. يلا سير هبطي بيها. هبطوا بزوج البنات ما تنساوش الجوج، ما تنساوش الجوج راه ضرورية، ما تنساوش الزوج راه القعدة راه ديال اللور راه ماشي هي القعدة ديال الأمان راه كينفرس. صور أيا تصور لكم صافا البنات مزيان مزيان برافو عليك الشعيبية حالك تبارك الله الصلاة على النبي. يلا شوف البنات شحلي ديال خاطرها شوف 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 غتحلي سروالي ممكن طويل هاني طويطو ملي غطول عندك قاعده خارجه وقاعده داخله مزيان. يلا شوفوا غنحلي السروال حلي سروالك شوفي ها تحلي تحلي سروالها مزيان يلا حلي السروال حلي بحال هكا بلا ما تحلي السروال ديالها ياك شوفوا ها كاينه قاعده كبيره وقاعده صغيره هذيك القاعده الصغيره ياك انا ما كاينش كيندير صراحه في السبوره المهم نحاول نوضح لكم وصافي فين هي القاعده ها القاعده الصغيره شفتوها هاد القاعده الصغيره ياك غادي نشدها وغنهبط فيها ب 3 سنتيم وغنديها ازيرو لهنايا انا نحاول نرسم بحال هذا في السبوره غنصح السبوره ونحاول نرسم بحال هذا مازال ايه صافي غنحاول نرسم بحال هذا باش يبان لكم اش درت يلا بلاتي 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 نعم ايوا انا ما عرفتش جاني الجوع وطردي زعما يمكن طردي الصراحه بزاف ياك ما خلاكم هاد السروال يلاه البنات هادي القاعده ديال الخالف وهادي القاعده ديال الامل يلاه البنات يلاه 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 يلا اش ديروا الهضره في نظركم ديما هذا عطاني جديد لها سروالها هذا عطاني راه خرجوش ولا ما جمعتو عطيتوه ليا باش نفهمو باش نقط عليه وباقي لكم ديك السوات البليات تاهي ما نقطهاش هاد السروال هاد 3 سنتيم اللي غنحيد في نظركم فين غنحيدها الامام ياك الا بقات ليا 3 سنتيم في الامام اشنو غنطلع باش عاد بعدا غيطلع ياك حنا راه اللور هو اللي بغيناه يكون طالع ماشي الامام يعني الامام راه كيكون الصمته ديالو كتكون عند كتكون هابطه والظهر كتكون طالعه يعني اشنو غادي ندير غادي نجي الامام وغادي نهبط فيه 3 سنتيم وغندير لها بحال هكا شوف هاد المسافه هادي كنسميها ازيرو صافي كنقصها كنحيدها يلا من الامام من الامام ماشي من الخلف من الامام صافي مزيان البنات ياك ايوا كنتمنى الدرس يكون واضح قطعي قطعي بالنسبه للمونتاج راه باين يلا البنات بالنسبه للمونتاج راه باين يلا يلا ايه هاني في الخلف انظري الى هنا بالنسبه للمونتاج كنخلي سروالي بحال هكا ياك وكنخيط هاد القعده الكبيره مع القعده بطبيعه الحال كيكون لداخل كيكون الوجه هو اللي في الداخل ياك كيكون الوجه هو اللي في الداخل عندك كتكوني نتوما على الوجه وتقولي تخيطيه تقولي تعدات عليا توريه درت واحد الخطا درتي واحد الخطا على السلامه يلا هذا راه كيكون الوجه كنخيط القعده الخلف مع القعده الامام ومني كنحلهم اشنو كيعطوني سروال كتولي كتبقى دير القعده ديال القدام معاك كتبقى دير كتعاودي تبدا الخياطة عاوتاني من الوسط يلا شوف الاريا شوف ديال القدام ها بحال هكا
بحال هكذا وكنشد السروال كنحلو راه يتحلي غيبان لي ها هو السروال شوف كتعاودي عاوتاني كتبداي الخياطه من الوسط شكون اللي ما جاش البارح انتي وانتي وانتي صافي وكتشدي عاوتاني كتبداي عاوتاني من هنا من الوسط من الوسط ملي كنبداو الخياطه وكتهبطي عاوتاني حتى لتحت الضو ديال هاد 1 سنتيم هي منين كتني لداخل داك 1 سنتيم كيعاونك انه ما يجيكش السروال مكمش من العطفه واضح شكون عندها شي سؤال مزيان شكون مسكتو شكون بغا تعاود ليا باش السبوره ها تي يلا سيري يلا السلام عليكم